تم الاختيار. ستار. السلام عليكم. اليوم راح اشرح فشي بسيط عن السكايب. افتح البرنامج. فيس تايم. سكايب. الشاشة الرئيسية. فويس تريم. سكايب. اثنان عناصر جديدة. نفتح السكايب. سكايب. ما ينفو. اواي. زر. راح اشرح العناصر واحد واحد بالسرعة. هاي اللي بالبداية يقول ماي انفو يعني حالة الاتصال، انا حالة ماتي شنية، انا راح ادخل عليها، هاي بيها معلوماتي الشخصية، ادخل عليها القى بيها اسمي، هذه تشينج بروفايل بيكتشر يعني تغيير الصورة الشخصية، ما تخصنا مود مسج، يعني هذه اكو قسم يكتبون حاله، شلون على الواتساب من يكتب حاله بالسكايب، تشوفون اكو ناس كاتبين اسمهم فتشي، نقر هنا ونكتب، نكتب اي شيء نريده نكتب مثلا حق النص جار التحرير، نكتب ونطي كانسل، نطي كانسل هسه. زين هاي مود مسج، تشينج بروفايل بيكتشر مود مسج ستاتس اواي ستاتس، هذه ستاتس الحاله، هذه بيها شنو، بيها متصل Back. يعني مثلا انا ما اريد دائما ابقى متصل، اريد انا ابدا افتح انترنت بس ما اطلع للناس انه متصل، فاكو بدا شنو ستاتس، ستاتس اونلاين، اونلاين يعني متصل، تم الاختيار اواي، انا مختار اواي يعني بالخارج، بالعربي بالخارج يطلع دو نوت ديسترب يعني عدم الازعاج، يطلع عندهم يكتب لهم عدم الازعاج، انفيزيبل يطلع عند الناس غير متصل، واني يطلع لي يعني مخفي، يسمونه مخفي، شلون واحد داخل بس ما حد يدري بيه، انفيزيبل مخفي، واكو اوف لاين، اوف لاين هذه اخر وحده نختارها، مهم اختاريناها، اختار اي وحده سنختارنا، تم الاختيار اوي عليها هاي، اهم شيء هنا عندنا بهاي الصفحه، عندنا بالاخير my account your current balances اكو status. هنا okay. menu. هاي مور منيو اخر شيء اخر اختيار مور منيو بها اكو sign out about help about send feedback sign out cancel الاختيار قبل الاخير اللي هو sign out يعني تسجيل الخروج، اذا واحد اللي يسجل بحساب ثاني هذا مو فد شيء، واحد اللي يدخل بحساب ثاني، انا عندي حسابات 2 3 على السكايب، اريد ادخل حساب ثاني اجي هنا ساين اوت ادو ساين اوت وادخل حساب ثاني كنسل منيو انضر جوا ماي انفو اوكي احنا شرحنا العنصر الاول هو ماي انفو، هذا اول ما ادخل سكايب، اثنان مسافه نوتيفيكيشنز، هاي يقول عندك 2 رسائل ما قارين، هسه دور عندنا شنو هنا 3 ازرار، تم الاختيار ويسن ريسنت يعني الرسائل، هسه هاي راح امشي بالريسنت، راح على حسين السماوي عبد الله الناصري مصطفى الحمري علامه الحذف نيو مسجز مس كول 0243 ساعة هذول متصلين بي الساعه 2:43 يقول يعني مست كول نغم المسوي اولي لارجي نيو مسجز ات از اولي لارجي اس بيرثدي الاربعاء، هاي رساله جايه انه هذا عيد ميلاده يوم الاربعاء صاير حسين السماوي مس كول الاثنين، هاي رسائل، مهم نرجع نختار تم الاختيار هاي الفيفوريت ما لنا علاقه بها، هاي المفضله يعني الاسماء اللي مفضله، احنا اللي يهمنا الخيار الثالث هو بيبل بيبل هذه الاشخاص بيبل، تم الاختيار الزر الثالث يعني سجينا منها ما ينفو شرحناها اثنان مسافه ريسنت هاي الريسنت الرسائل هذه تم الاختيار بيبل بيبل العناوين الاسود علامات مستوى 65 favorites تم الاختيار people زر هاي people people list filter online contacts زر يقول people list filter شنو هاي فائدتها، فائدتها انه ادوس عليها راح شي يقول لي شو اطلع لك كل الناس لو بس المتصلين online contacts زر اكو online contacts واكو cancel زر online skype contacts سكايب كونتاكتس يعني الكل كلهم اول كونتاكت اول كونتاكت يعني احنا نختار اونلاين كونتاكتس حتى انا اللي ما متصل شو اسوي اطلعه ما احتاجه اختار سكايب اونلاين كونتاكتس اونلاين كونتاكتس هاي وين لقيناها اول لارجي اونلاين لقيناها بين ريسنت فيفرت بيبل ليست فلتر اونلاين كونتاكتس تم الاختيار بيبل
بيبل وراها نمشي وحده نلقى هاي بيبل ليست فلتر، يعني قائمه الاشخاص، تصفيه قائمه الاشخاص. شلون يعني فلتر تصفيه قائمه الاشخاص؟ المهم نجي بيبل ليست حق للبحث كابيتال اي اشيخ النجم الثاقب اونلاين، هاي الاسماء هنا اونلاين النجم الثاقب، هذا ندخل هنا على الاسم باك زر ونروح للاخير. احنا مثل ما قلنا باربع اصابع اللي جوا باي طريقه تعجبكم. المور منيو ما علينا بها، نرجع يسرى كول واكو فيديو كول، فيديو كول زر اكو كول واكو فيديو كول. نوبات نضغط على، خلينا نطلع اسم عنده رقم حتى نشرح عليه، مثلا تجربة على المدى على المدني، خلنا شوف هسه باك زر على المدني اونلاين زر انكمينج كول مور منيو كول راح نعطي كول. شوفوا اكو قسم حاطين رقم تليفونهم على سكايب واسمهم، فشوف ايش راح يطلع لي من طيت كول على مثلا سيد علاء، اعطاني خيارين قال لي فويس كول تريد على ياهو زر. احنا دائما نختار الاسم الانجليزي مثل ما كاتب علاء المدني، هنا اكو رقم 9647808025521 زر، هذا ما يتصل يعني اعطينا يقول انه لازم تعبي رصيد سكايب او شيء، فاحنا ندوس على هذا زر علاء المدني الاسم الانجليزي، يعني مو شرط يعني اي اسم انجليزي. هسه كنسل، هسه احنا ايش قلنا فتحناه رحنا على كول مور منيو بالاخير اكو كول زر دسنا عليها راح يطلع لنا الرقم والاسم الانجليزي، دائما الاسم الانجليزي يصير اول. نرجع هسه باك زر هذه الاشخاص، اصبر شوي اصبر شوي زين هسه اصبر زين. اذا نريد نضيف واحد شلون نضيف واحد؟ ندوس على مور منيو اللي وين كنسل، يعني هسه احنا مختارين هذه البيبل تم الاختيار بيبل مختارينها احنا، نروح للاخير كلش اربع نقرات اربع اصابع مور منيو ندوس عليها ندوس عليها شو راح يطلع لنا؟ هيل مالي اد بيبل اول وحده اد بيبل اد بيبل زر مستوى صوت تقييم المحادثه كلمات احرف كلمات اد اي اد بيبل اضافه اشخاص اد بيبل دوس عليها حقل البحث جاري التحرير نمط البحث جوجل طلع لنا حقل البحث جوجل طلع لنا حقل للبحث نكتب بيه نقدر نكتب بيه بالعربي او نكتب بيه بالانجليزي، بس احنا نفضل انه نكتب اذا واحد قال لنا مثلا ضيفني على السكايب يابا شو اسمك بالسكايب انطينا اسمه الانجليزي افضل، هو اكو اسمين بالسكايب يعني الاسم العربي واسم الانجليزي، الاسم العربي يشابه دائما النوبات مثلا يجي متشابه بس العربي لا ما يتشابه دائما يجي العفو الانجليزي دائما يجي اسم يعني شلون الايميل ثابت ما ممكن انه يعني اذا كتبت مثلا علي راح يطلع لي اكثر من اسم علي، مثلا واحد يقول لي اسمي علي سكايب علي اجي اكتب علي ايش قد علي راح القى، بس اذا ينطيني السبيل مالته الاسم بالانجليزي راح اضيفه بس هو، خليني اكتب مثلا في الاسم همزه شين تاء عين لام ياء بحث طيب بحث empty list هسه هو اللي سوى بحث clear text empty list clear text empty list ترنيب ضعيف احد وعد ثلاثه مسافه فلا empty list clear علي حقل البحث clear text empty list clear text زر حقل البحث جاء ألف حاء كاف مي دال بحث بحث empty list مشكلة الإنترنت ما جاي ساعد أحمد عنادة إسرائيل ما شاء الله هذا بإسرائيل أحمد طرابلس ليبيا أحمد عنادة إسرائيل ندخل لنضيفه هذا send call back احمد احمد hi i'd like to add you on skype edit هاي الرساله راح تروح له هاي ادو لايك يعني انا بدي اضيفك على السكاي وها edit رابط send contact request ندوس على هاي الكلمه open media menu type oh, send contact request send contacts request send send contact request هذا كلمات
تقييم خمسة و... Send contact request. زر. إذا دسنا عليها راح يجي طلب يقول له أنه دزلك أحمد طلب. هو يوافق لي على الطلب. هسا شنو قلنا؟ Back. رجوع. بحثنا بحث هنا. My info. Recent. زر. روح على More Menu. زر. روح على Add People. Sign out. Help. Add People. زر. Add People. ضغط عليها. جار التحرير. Search. نكتب بحث أي شيء. ألف. قدنا نكتب الإنجليزي أحسن إذا. دال. بحث. إذا عدنا الاسم الإنجليزي. Empty list. ما راح يطلع لنا أسماء متشابهة. يعني هسه. أحمد الفلوجة العراق. هذا عاد أشرف من ذاك. Clear text. أحمد الفلوجة العراق. زين. وين نروح؟ نروح على Send Contact Request. Hi, I edit. رب. Send Contact Request. زر. Send Contact Request راح يجي لي الطلب. Back. زر. هذا. My info. آخر شيء راح أشرحه. أريد أشرحه. Recent. زر. شوف هسه السكايب شوف يقول لنا اثنين عناصر جديدة بعو. فيسبوك سكايب. اثنان عناصر جديدة. هاي يعني رسائل اثنين جديدة. شلون أوخرهن ذني؟ ذني حتى أوخرهن. أجي إحنا شقلنا قلنا نختار الزر الأول اللي هو ريسنت الرسائل. اثنان. ريسنت. زر. تم الاختيار. اختار ريسنت. ونروح على المور منيو اللي رحنا لها مساعة. مور منيو. مور منيو. زر. نروح عليها. نلقى. Add people. حمد راح نلقى add people بس راح نلقى في شيء جديد اسمه. More call is read. More call. يعني صوت. جعل الكل كمقروء. Mark. Mark. All. As. Read. As read. More call as read. يعني جعل الكل كمقروء. تأشير الكل كمقروء شلون هيك يعني أشر كلهن كمقروءات ها. عليها راح نطلع راح نلقى سكايب بدون ما راح يقول لنا سكايب كيف ما قال لنا ما قال لنا واحد اثنين عناصر جديدة لأن إحنا قلنا له تأشير الكل كمقروء هاي قلنا من نوصل لها سكايب ماي إنفو أواي من الريسنت نختار ريسنت يعني مو اختار بيبل اللي حتى طلعنا الناس هذا بيبل قلنا بيبل شو يسوي طلعنا الأشخاص ريسنت طلعنا الرسائل تم الاختيار ريسنت روح على مور منيو بالأخير More menu. زر. قلنا همتين أكو. أكو add people. Help. More call is read. Add people. وأكو هاي الكلمة الثانية. More call is read. Help. More call is read. زر. دوس عليها راح يجعل الكل كمقروء. More menu. زر. وهسه ما أقدر أجرب الاتصال وياكم شلون يصير الاتصال. أكو. اكو من يجي اتصال يطلع كلمتين انجليزيه كلمه ديكلين وانسر انسر وديكلين ديكلين يعني رفض وانسر انسر يعني اجابه انسر يعني اجابه وديكلين يعني رفض وقلنا من يجي اتصال بالسكايب يدق السكايب ندوس فوق يم جوا السماعه 22.00 هنا ندوس حتى يطلع لنا الرد مال السكايب يعني اذا واحد اتصل علينا وقلنا يطلع لنا انسر وديكلين ديكلين يعني الرفضه وانسر يعني نوافق عليه هذا مجمل للسكايب اتمنى انه يكون واضح مبدل التطبيق سكايب اوديو شير قيد التشغيل اوديو شير قيد التشغيل اوديو شير ريكوردر تم الاختيار